ده مايكل شيلبي ابن طنط بولي في سيزون 3 بيتقبض عليه هو وامه العقل المدبر لعصابه البيكي بلايندرز، وارثر شيلبي وجون اخوات توماس جامد شيلبي زعيم عصابه البيكي بلايندرز. وجامد بيوعدهم كلهم انه هيطلعهم من السجن، وتقدر تشوف ملخصات الاجزاء الثلاثه على الفيسبوك او على اليوتيوب او انستغرام. بيتحكم على طنط بولي وارثر ومايكل وجون بالاعدام، ومايكل بيشوف حبل المشنقه بيزبهل كده اللي هو انا انضميت للعيله دي عشان اخد فلوس ونسوان وسلطه، انما انا الحزن ده ماليش فيه. وفي القصر الملكي بيوصل لهم رساله تهديد من جامد فيها جواب مكتوب بخط الملك، وبيقول لهم هيحرق الجوابات دي لو عفيتوا عن عيلتي. فبتدخل النيابه جري على غرفه الاعدام ويقول لهم معايا امر بوقف تنفيذ الحكم. بعد كده عيله شيلبي كلها بتقاطع جامد لمده سنه، ما عدا مايكل اللي داخل العيله دي عشان الفلوس والنسوان والسلطه، انما الحزن ده ملوش فيه. وبتيجي ايده اخت جامد من نيويورك عشان تشوف اخواتها، وبتزور ارثر فوكينج شيلبي المعروف حاليا بارثر شريطها، فبتلاقيه قلب على الاستاذ سعيد الهوا. وهناك بيجي تليفون لارثر من جون يقول له انه جاله جواب عليه ختم البلاك هاند بتاع المافيا من لوكا ابن فيزنتي شانجريتا اللي قتلوه هو وابنه في سيزون 3. فارثر بيقول له ولما هو ليه ابن شغال في المافيا بنقتله ليه؟ جايين نكتشف ده دلوقتي. وبيروح يشوف اذا كان جاله جواب زيه ولا لا، وبيقول لايدا تعالي معايا والنبي. ولما بيلاقي ان جاله نسخه هو كمان بيقول لها ايدا احضنيني. بتروح ايدا الجامد عشان تستنجد بيه، فبيقول لها انا جالي بطاقه من لوكا بتاع المافيا اللي اخوه حب ليز بتاعتنا، فجون اتخانق معاه وعوره، فابوه قتل جريس فقتلنا انجل وابوه، فاكيد لوكا بعت لجون وارثر وبولي بطاقات زيها، فارثر شريطها بعتك تستنجدي بيا عشان لوكا شغال لحساب المافيا اللي هتيجي مسلحه عشان تنتقم، وهم اكيد في انجلترا دلوقتي وعارفين كلنا ساكنين فين واكيد جايين ينتقموا، فانا هعمل اجتماع مع العيله اقنعهم يختفوا في مكان امن لفتره لحد ما نتصرف مع المافيا. ها ايه تاني؟ بيكتشف جامد ان الطباخ الجديد بتاعهم جه يشتغل من فتره قريبه، فبيشك فيه وبينزل يساله اسمك ايه؟ فقال له اسمي ماكس، فجامد قال له اركب تاكس. وبيقتل جامد انطونيو المساعد بتاع ماكس لما اكتشف انه من المافيا اللي هتنفذ عمليتها النهارده، فبيبعت مايكل لجون يقول له اننا لازم نجتمع النهارده كلنا، فاذمي مرات جون بتقول له ابعد عننا انت وجامد، احنا هنعرف نحمي نفسنا بنفس. ايه ده جون جوزي حبيبي؟ لا. بيموت جون برصاص المافيا وبيتصاب مايكل اللي بيطلعوا بيه على المستشفى، وبيعمل جامد اجتماع مع العيله وبيقرر انه هينتقم وانه هيعمل اختبارات دخول للعصابه، وانه اتفق مع ابيراما جولد الغجري ان جماعته هتساعدهم في الحرب ضد المافيا عشان هم بقوا شويه. وبيطلب ابيراما من جامد انه يخلي ابنه ينضم لرهانات الملاكمه بتاعه البيكي بلايندرز. بيزور لوكا جامد في المصنع بتاعه اللي بيرفع على لوكا المسدس وبيهدده انه هيقتله، فلوكا قال له اقتلني، فجامد قال له هقتلك، فلوكا قال له طب اقتلني، فجامد قال له ما تخلينيش اقتلك، فلوكا قال ما تقتلني، فجامد قال له وانا ايه اللي يمنعني ان اقتلك، فلوكا قال له طب ما تجرب تقتلني، وقام طلع طلق المسدس بتاع جامد من جيبه بعد ما دخل عميل ليه فضى المسدس كله قبل ما جامد يدخل المكتب، وقام لوكا بص لجامد وقال له انا بابا يلا، وبلغه انه هيقتل العيله كلها واحد واحد وجامد هيبقى اخر واحد. بتنفذ المافيا اضراب في مصنع شيلبي، وبيحاولوا يقتلوا ارثر اللي بيقتل اتنين من رجاله المافيا ويقول له انت فاكرني لسه ارثر شورتها؟ قوم بلغ الرجاله ان ارثر فوكينج شيلبي وصل يا حوره. وبيجي جامد يتجنن اللي هو الناس دي بتدخل مصنع ازاي؟ فارثر قال له بيدخلوا من الباب عادي. وبيقرر جامد انه هيبني جمعيتين خيريتين للاطفال يمكن ربنا يغفر له ويفتحها في وشه. بتروح طنط بولي تقابل لوكا شانجريتا وتقول له انا هعمل معاك صفقه، ابني ما يموتش وانا ما اموتش، وارثر ما يموتش، وجامد ما يموتش، وليزي ما تموتش، وايدا ما تموتش، وانت ما تموتش، وكلنا نعيش في سلام ونخلص السيزون. قال لها بجد والله؟ امال فين الصفقه؟ فقالت له لف كده خلصانه، اديني كلمتك ان انا وابني نعيش اديك راس جامد شيلبي. بيحط الايطاليين خطه عشان يقتلوا ارثر، ولكن جامد بيقفشهم وبيعمل لهم كمين، فبيعمل الايطاليين كمين للكمين، وبتطلع خطه عشان يقتلوا مايكل. وبيروح لوكا لمايكل يقول له انا هسيبك عشان امك والصفقه اللي بينا، فقال له تسلم ايدك يا سيد المعلمين. فبيجي جامد يقول لمايكل انت سليم؟ طمني ايه اللي حصل؟ فبيقول له لوكا سمع صوتك طلع يجري. تسلم ايدك يا سيد المعلمين. وبتروح بولي تزور مايكل اللي بيسالها على الصفقه، فبتقول له انا اتفقت ان هبيع جامد مقابل حياتك. فبيبص لها مايكل كده فبتقول له ايه رايك في الموضوع ده؟ ولا انت رافض خيانه جامد وهتقف ضد امك؟ فقال لها امي هي نبع حنان، امي هبه الرحمن. بيستدعي جامد الفي سولومونز اليهودي اللي خان جامد في سيزون 2 وسيزون 3، وساله انت هتنضم لانهي جانب؟ قال له الجانب بتاعك طبعا ده كلام. وبيطلب جامد منه يجيب ملاكم قوي يبارز بني ابن ابيراما جولد في بطوله البيكي بلايندرز. بيعمل لوكا كمين لجامد بمساعده مايكل الخاين، فجامد بيضرب عليهم نار ويهرب منهم. وسع كده يا حاجه والنبي الله يكرمك. ويصطادهم واحد ورا الثاني لحد ما بيموت ثلاثه من رجاله المافيا. بعد كده الشرطه بتوصل. بتبتدي جاريسون كلها تتكلم عن الثلاثه اللي جامد قتلهم بطلقه واحده، وبنكتشف ان بولي متفقه اصلا مع جامد من الاول، وان هي اللي قالت لهم مكانه وهو كان عامل حسابه وما رضيش يقول لباقي العيله انه مايكل خانه. وبتروح بولي تاخد مايكل وتروح بيه للقبيله بتاعت ابيراما جولد وتخبيه عندهم هناك، وبعد كده تروح تقعد على شط الترعه شويه مع ابيراما جولد اللي بيثبت لها ان الجولد في الاولد.
بيعمل إلفي سولومون صفقة مع لوكا بيكون فيها جامد، وبيبتدي كله يستعد لماتش الملاكمة بتاع بوني ابن أبي راما واللي هيحضر فيه البلد كلها. وهناك أرثر بيبتدي يتوتر كده ويحس بحاجة غلط، خصوصا بعد ما إلفي سولومون يقوم وما يجيش، وبعد كده واحد من الحكام يقوم ويختفي وما يجيش، فيقوم أرثر يشوف فيه إيه، فجامد يستناه بس أرثر ما يجيش، فيقوم جامد كمان يقوم وما يجيش، فطنط بولي بتقوم تشوف فيه إيه هي كمان. أرثر بيترجم اللي حصل على طول، ولكن عبال ما بيلحق يتصرف بيبقى الله يرحمه، وبيروح جامد يقول لطنط بولي ان ارثر انتقل الى الرفيق الاعلى، وبيقرر يعاقب مايكل ويخليه يسافر يعيش في نيويورك ويشتغل في فرع الشركه هناك. فمايكل بيقول انا انضميت للعيله دي عشان اخد فلوس ونسوان وسلطه، ولكن المره دي انا اخترت امي. بتقابل ام لوكا جامد وتقول له احنا هنسيبك تعيش مقابل انك تتنازل لنا عن كل املاكك. وبيروح لوكا مصنع البيكي بلايندرز ومعاه عقود واوراق التنازل، وبيفاجئه هناك جامد انه اشترى رجاله المافيا اللي بيتخلوا عن لوكا، اللي بيقول لجامد اقتلني، فجامد قال له انا ممكن اقتلك، فلوكا قال له طب ما تقتلني، فجامد قال له مش انا اللي هقتلك. وبيدخل ارثر اللي طلع ما ماتش يدخل رايق يسبب حرايق ويرفع المسدس على لوكا ويقول له انت ميت ميت يا خير بوم. بعد ما بيقضوا على المافيا بيروح جامد يقابل الفي سولومونز ويقول له انت يا الفي ده انت اخر واحد كنت اتوقع انه يخوني، ويقوم ضارب عليه نار ويقتله. وبيتعين جامد كنائب في البرلمان، وبيعرف ان ليزي بتاعت البيكي بلايندرز حامل منه، فبيقول لها فاكره زمان لما جون كان عايز يتجوزك ورفضت انك تدخلي عيله شيلبي عشان انت ملكيه عامه، دلوقتي انا هحقق له امنيته واتجوزك انا. وبيعيشوا في تبات ونبات بعد ما كانوا اصلا خلفوا صبيان وبنات. ما تنسوش تعملوا لي فولو على البروفايل وعلى البيج وعلى اليوتيوب وعلى الانستجرام عشان تتابعوا الفيديوهات الجديده، وتستنوا كل جمعه ملخص لفيديو جديد، وتعملوا فولو لاحمد رضا عشان هو اللي منتج الفيديو ده. سلام.